مشاهدينا مرة أخرى أهلا بكم. زي ما قلنا قبل الفاصل الحديث هيكون حديث عن الإعلام. الوسط الإعلامي بيموج بالكثير من القضايا، منها ما يتعلق بآليات المهنة نفسها، من قوانين وقواعد حاكمة للأداء أو ما يطلق عليه بميثاق الشرف الإعلامي والصحفي، وبين قضايا تتعلق بالإعلام والمجتمع ودور الإعلام في مواجهة الشائعات والأكاذيب اللي بيبثها الإعلام المعادي لمصر، وكذلك المعارك البينية يعني بين الإعلاميين أنفسهم أو الصحفيين، وغياب المهنية في تناول القضايا خاصة الجماهيرية منها اللي بتتعلق بالأمن القومي كمان للبلاد أو العلاقات المصرية مع دول أخرى، حالة من الاستهتار أو لنقل الفوضى بتسود الوسط الإعلامي المصري. وليس أدل على ذلك من وقوع صحف وقنوات بيفترض أنها ذات شأن إعلامي في النقل عن السوشيال ميديا. دي غلطة كبيرة، الصفحات المجهولة على الإنترنت كتير وكأنها يعني مصادر موثوقة بيتعاملوا معاها. ولا أخفيكم سرا أن في برامج جماهيرية مهمة جدا بتتابعوها كل يوم بتعد بالكامل من على فيسبوك بدون الرجوع للمصادر الحقيقية الموثوق في معلوماتها أو المعروف أو المتعارف عليها في الوسط الإعلامي، إن احنا بنرجع لها عشان نجيب أصل خبر أو نتيقن منه. يعني هذه القضية وقضايا أخرى هامة زي النهاردة كانت محاكمة نقيب الصحفيين، جلسة لمحاكمة نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء المجلس في قضية إيواء مطلوبين للنيابة بمقر النقابة. وعلى ذلك نلتقي اليوم بضيوفنا الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس. أهلا بحضرتك. أهلا بك ديم. الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإعلام الثقافة والإعلام بمجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب. أهلا بك يا فندم. والأستاذ الكاتب الصحفي أستاذ كارم محمود عضو رئيس لجنة تشريعات بمجلس نقابة الصحفيين. أهلا بك يا أستاذ كارم. التايتل ساعات بتقف كده لما تبقى طويلة لما يبقى طويل ولما يبقوا ضيوف يعني غاليين زي حضراتكم بيبقى الواحد عايز يعني يقول التايتل كله مظبوط من اوله لاخره. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. نبتدي منين الحكايه؟ طبعا لازم نرجع للقامه الكبيره وحضرتك طيب استاذ حمدي الكنيسي، نقول لك مره يعني مر لنا مره سريعه كده على المشهد الاعلامي كيف تراه. هو المشهد الاعلامي انت ذكرت يا دينا جزء منه. أيوة. إن بعض القنوات وبعض البرامج بتعتمد على مصادر مجهلة وتثير حولها قضايا وحوارات ساخنة تنتهي أحيانا بالضرب واللكمات إلى آخره، مما أفقد الإعلام قدر كبير من مصداقيته ومن قيمته ومن رسالته. وللأسف الشديد لم تنعكس هذه الحالة السيئة على الإعلام وحده، وإنما انعكست على مصر، لأن مصر صورتها في الخارج بترتبك تماما. أنا لي أصدقاء كتير من الإخوة الإعلاميين العرب بيكلموني ويقولوا لي مش مصر دي اللي احنا نعرفها اللي بنشوفها من الإعلام بتاعكم. فالمشهد الإعلامي متعثر مرتبك عشوائي، ارتكب الكثير من الأخطاء والخطايا مما يستدعي الإسراع فورا بعملية العلاج، وعملية العلاج متاحة وليست اختراعا من الاختراعات. العلاج معروف انه بيبدأ من محصلة جهد عدد كبير من الاعلاميين والصحفيين، امتد على مدى اكتر من سنة ونص، قبلها بقى امتد على مدى عشرات السنين من اجل نقابة الاعلاميين تحت التأسيس. وانا بنفسي قدمت مشروع النقابة إلى الرئاسة في مايو 2014، ورئاسة حولته إلى مجلس الوزراء، واللجان المصرية التقليدية بدأت تشتغل من لجنة إلى لجنة إلى لجنة إلى لجنة. فكرتنا بقصيدة فؤاد حداد إلى آخره. فالمهم على أي حال باختصار شديد، المشروع القانون الحكومة أخيرا وافقت عليه، تم تحويله إلى مجلس الدولة، لجنة صيغة التشريعات، لأنه بتكلم على نقابة الإعلاميين الأول. تمت الموافقة عليه أيضا من مجلس الدولة، والمفروض أن هو يتحرك بأسرع ما يمكن من الحكومة إلى مجلس
النواب. أنا بقول ده ليه بقى؟ لأن هذا يرتبط ارتباطا كاملا بالمجلس الموحد للإعلام والصحافة، قانون الإعلام الموحد. بالتأكيد ارتباط، ارتباط وثيق. يمكن نقابة الإعلاميين بتاخد خطوة قدام شوية لسبب يتصل به التسلسل، لأن نقابة الإعلاميين شأنها شأن نقابة الصحفيين، هي اللي هترشح 3 أعضاء من غير أعضاء مجلس إدارة في المجلس الموحد للإعلام. فبالتالي لازم تكون موجودة. الهيئة دي هتبقى بديلة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأيضا في الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، وأيضا في الهيئة الوطنية للصحافة. فده شيء ضروري جدا، وأنا الحقيقة لا أرى أي مبرر للبطء في مواجهة خلل مصر بتدفع ثمنه يوما بعد يوم. لا، واحنا بقالنا كام سنة، يعني كام سنة وحضرتك وإعلاميين وقنوات كتيرة، يعني يمكن انتهت حياتهم وهما بينادوا بهذا النداء من عشرات السنين. هي كلمة عشرات السنين يا دينا والله دقيقة للغاية. الحمد لله. دقيقة للغاية من عشرات السنين. وناضلنا واصطدمنا بأنظمة سابقة إلى آخره. فجاية دلوقتي الحمد لله ثورتين بهروا العالم، وإرادة سياسية موجودة حاليا بأن توجد النقابة. إنما هذا البطء والتحرك. من النظام السابق أستاذ حمدي كان ضد إقامة نقابة للإعلاميين في الأنظمة السابقة. كلها يعني بعد، يعني حتى عشان أكون أمين، النظام أو الوزير اللي كان وافق وقال لي يلا أبدأه كان منصور حسن وزير الإعلام. بس الوزير صفوت شريف كان رافض. لا ده صفوت جه بعد منصور. ما انا عارفه، انا منصور لما جه بعده كان رافض. اللي عطل بقى منصور بعض الاعلاميات والاعلاميين. ليه؟ اللي لقيت الراجل بيكلمني يقول لي حمدي معلش ايه تعالى لي انسى موضوع النقابه. ايه يا سيدي؟ قال لي فلانه جت لي تقول لي اسمعنا دول ده شويه عيال، كنت انا ومحمود سلطان وشفيع شلبي. فده شويه عيال، واللي يجي لي يقول لي لا ده دول ناس يساريين، واللي يجي يقول ده ناس تبع امريكا. يعني قال لي انا خلاص انسى الموضوع ده. بعده طبعا من جاء بعده من الوزراء كان لهم موقف محدد تماما بعدم وجود نقابة للإعلاميين إذاعة وتلفزيون. طيب حضرتك اتكلمت عن قانون الإعلام الموحد، وده هيخليني أروح لأستاذ أسامة شرشر. ولجنة الثقافة والأنواب هيكون قدامها قانون الإعلام الموحد في خلال قد إيه؟ لا، هو القانون جنة. هو يعني مشروع قانون وليس قانون، هو حصل نوع من التعديلات تقدم الزميل. أيوة، أنا أقصد الصيغة النهائية للقانون. أنا بتكلم على إن أنا يعني بتساءل. اولا انا بقول للشعب المصري والشعب العربي والامه الاسلاميه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، واحنا في الاخر 10 أيام في رمضان. ربنا يعني يجعل هذا الوطن امنا دائما باذن الله. اللي انا عايز اقوله، احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ احنا كصحفيين او اعلاميين نقيم الحد علينا، وللاسف الشديد انا فوجئت بالقانون، بمشروع قانون لتعديل مادة في المجلس الأعلى للصحافة في قانون 96 لسنة 96 دخلت في غفلة من الزمان والمكان، وفوجئنا بيها في اللجنة في ساعات. حتى أنا عبرت عنها وقلت للأستاذ مصطفى بكر الزميل العزيز أنت تذكرني بطريقة الحزب الوطني المنحل وأحمد عز في إصدار التشريعات التي جاءت القوانين سيادة السمع. وللأسف ما لا يدركه الآخرون أن الشعب المصري والمواطن المصري يفرز ويخزن ويراقب ويتابع. أقسم بالله وأنا في دائرتي بالأمس في منوف وسرس الليان، أحد خطباء المسجد عندما دخلت المسجد في صلاة الجمعة أقول لي يا سيادة النائب أين قانون الإعلام الموحد؟ لماذا لم تصدروا قانون الإعلام الموحد؟ ليه؟ لأن قانون الإعلام الموحد زي ما قال أستاذنا الأستاذ حمدي الكنيسي بيمس كل بيت مصري. طب حضرتك شايف إن القوانين وحدها كافية لضبط الحالة؟ إن بعد سنة ونص دراسة ومناقشة ولجان، أعتقد من كل الجماعة الصحفية والجماعة الإعلامية والقانونيين وكل هذا، أعتقد أن الخلاص الوحيد الآن هو إصدار هذا التشريع.
ودعني أقول لك انفرادا أنني عندما كان هناك أول أمس يوم الأربعاء افتتاح المركز الإعلامي بالبرلمان وهذه سابقة تحسب للدكتور علي عبد العال، أنا بتكلم بأمانة مهنية إن احنا اذعنا الخبر عندنا وصورنا، يعني كان معانا كاميرا من برنامجنا هناك صورت جاز. فقال انا مهتم جدا جدا، دخلت بعد هذا اللقاء وانا بيني وبينه حوارا طويلا ممتدا وهناك احترام متبادل لهذا الرجل الذي يعتبر ثاني شخصية في مصر كرئيس مجلس النواب المصري المنتخب. قلت له قدام الاستاذ يوسف القعيد، دكتور علي انا احملك أمام الله أولا وأمام التاريخ أن تسرع وتستعجل المهندس شريف إسماعيل بإرسال قانون الإعلام الموحد إلى البرلمان حتى يناقشه، حتى نعطي رسالة للداخل للرأي العام المصري والخارج أن هناك دولة مؤسسات وهناك دولة قانون وهناك دولة ديمقراطية، ليس بالشعارات وليس بالحنجريات وليس بالألفاظ وليس كملكيين أكثر من الملك، لكن من خلال ونحن نواب نشرع ونراقب. فأعتقد أن قانون إعلام الموحد طب منتظر المهندس شريف إسماعيل يبعته لكم إمتى؟ أنا بأمانة بعد يعني ما خدتش منه أي كلمة أو لا، أنا بأمانة بعد ما جمعنا 242 توقيع في ساعتين على استعجال الحكومة في مناقشة قانون الإعلام الموحد قابلت المهندس شريف إسماعيل وقلت له هذا مطلب النواب، وقبل النواب الرأي العام نريد أن نرسل صورة حقيقية حقيقية طبعا. إن في دولة مؤسسات، لماذا أصدر الرئيس في كل شيء؟ لماذا اخلق الازمات؟ طب اسمح لي بقى، ايه الازمه اللي حاصله بخصوص الماده دي عشان اروح متعلقه بقى بمساله النقابه وهنرجع لها دلوقتي. الماده دي في القانون 96 لسنه 96 مادة 68. ايه خطورتها؟ 68 ماده 68 اعرف ايه خطورتها واعرف كمان ايه المفاجات المتوقعه في الموضوع ده. الماده ديت المجلس الاعلى للصحافه هو يدير شؤون الصحافه المؤسسه القوميه المملوكه للدوله إلى حين إصدار التشريعات الصحفية التي تمثل قانون الإعلام الموحد. وبمجرد إنشاء الهيئة العليا للإعلام والهيئة العليا للصحافة والهيئة العليا للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة العليا للصحافة والهيئة العليا للإعلام تنتهي دور المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون أوتوماتيك. ولكن في هذا التوقيت الغريب وبسرعة أغرب تدخل المادة لجنة الثقافة والإعلام، يتم الحشد لها ليلا وذهبوا إلى أبيهم يبكون إن احنا عايزين ندخلها الساعة، فوجئت الساعة 11 بالليل بالصدفة جاي رسالة كعضو لجنة إعلام إن في بكرة هيتناقش تعديل في مقترح بقانون من الزميل الأستاذ مصطفى بكر. اما هو جمع 300 بس مضوا عليها عدد يعني 300 توقيع. ما انا هقول هل تعلمي يا سيدتي وانت زميله اعلاميه فاضله ربنا، هل تعلمي ان الاستاذ انا بتكلم بشفافيه واحنا في رمضان، انا زميلتي النائبه المحترمه انيسه حدسونة قالت لي انا ما قريتش انا مضيت بدون مهر. قلت لها يا استاذه انيسه ما تقريشي، ايه المطلوب؟ ده مقترح بقانون. هل هناك فرق كبير بين مقترح ممكن بقانون ممكن تشرح لها وقانون. تليفونيا او كده. فلذلك ايه الماده ما دخلت احنا فوجئنا بيها الماده على اساس ان هناك عايزين نصدر تشريعا ان احنا المجلس الاعلى للصحافه يتم تغييره وتشكيل مجلس اعلى للصحافه جديد لسببين. خلينا نتكلم بامانه لتصفية حسابات شخصية أولا، لأن هناك فصيل سياسي كما يدعون الفصيل الناصري هو الذي يحكم النقابة، أنا لست ناصريا ولكنني عاشق لعبد الناصر. طب ماشي، الفصيل الناصري هيدير النظام في إيه؟ ولا أي حاجة ولا أي حاجة لا ولا يعني حاجة. ليه تعتبر من تصفية حسابات؟ بالعكس ده رئيس بعد إذنك ده رئيس السيسي نفسه بيقدر داخله عبد الناصر. أنا بكلمك ما يدور في الكواليس يعني. طب ما هو بيدور في الكواليس برضو كلام تاني يعني بيدور في الكواليس كلام تاني برضو فلذلك الصحافة عايزة تعمل يعني عايزة تعمل إيه لنفسها سلطة ليس من خلفها مراجعة
ورؤساء للصحف القومية ومجالس الإدارات عايزين يفضلوا على كراسيهم. أنا هسأل سؤال واحد بس. هسأل سؤال واحد. أنا عندي انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات الصحف القومية منذ شهر يناير. ستنتهي فترة رؤساء التحرير في نهاية يونيو. أنا مستني من يناير ويونيو وباقي شهرين وطلع القانون. هل وتقال كده في اللجنة، أنا بقول ما تقول المضبطة، أن عشان الأهرام ورئيس مجلس إدارة الأهرام، هل أختزل المجلس الأعلى للصحافة والتغييرات الصحفية عشان الأهرام؟ الأهرام مؤسسة عريقة وكبيرة ولا نختزلها عمرنا، إحنا كصحفيين لا نختزلها عمرنا في شخص. النقطة الثانية والأهم، إن لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم مقترح بقانون ناقش بهذه السرعة العجيبة وفي هذا التوقيت العجيب. طب ايه المفاجآت اللي حصلت؟ اللي احنا بيقال، يعني انا كعضو لجنة اعلام بيقال ان القانون حيناقش في الجلسات القادمة واحنا حنناقش قطة الموازنة غدا بإذن الله، واقول اذا تم مناقشته في الجلسات القادمة دون مناقشة قانون الاعلام فانا بعتبر هذا ردة صحفية وردة ديمقراطية وردة سياسية هتسيء لصورة مصر في الداخل وفي الخارج. بص هقول لك حاجة بقى عشان ايه نلحق، عشان الموضوع ده خد مننا، بس انا سألتك كذا مرة ايه المفاجآت المتوقعة، بس انا عايز اعرف من استاذ كريم بقى الوجه الاخر للموضوع داخل نقابة الصحفيين. لا هو انا بس عاوز مش الوجه الاخر، انا عايز اقول الوجه الحقيقي للموضوع. طيب. احنا لا خلينا نسميه الوجه الاخر، لان يعني كل واحد بيتصور الحقيقه في صفر. لا هو وجه واحد، يعني هو اللي انا هقوله في ناس كل واحد بيتصور الحقيقه في صفر. لا هو كارب. هو اللي انا هقوله ما فيش فيه خلاف كبير مع اللي قاله زميلي، ومش هننسى ان في 300 عضو مضوا، في 300 عضو شرشر واللي قاله الاستاذنا الاستاذ حمدي الكونيزي. انا بس عاوز افصص الموضوع شويه علشان ما نلخبطش المشاهد، لان احنا دخلنا ثلاث حاجات في بعض. فممكن الناس دلوقتي تتوه مننا، ايه القانون الموحد، ايه قانون نقابه الاعلاميين، ايه مقترح مصطفى بقى. لا اتكلمنا خلاص عن القانون الموحد. أيوة. ممكن نرجع له بعدين، بس احنا خرجنا من الموضوع ده. القانون يعني باختصار شديد عشان دول ثلاث حاجات مختلفه. قانون نقابه الاعلاميين الاستاذ حمدي اتكلم عليه ووفاه حقه، وهو مهم جدا صدوره ومهم جدا تأسيس نقابة الإعلاميين. إذ إن أردنا حقيقة وواقعا وصدقا إن احنا نضبط المشهد الإعلامي، لأنه احنا عندنا الإعلام ليه جناحين، الصحافة المكتوبة والإعلام المرئي اللي بيشتغلوا فيها أعضاء في نقابة الصحفيين، والإعلام المرئي والمسموع. لا أنتوا كصحفيين استولتوا على الاثنين خلاص. ودول لا خالص بالعكس، ودول احنا بندافع عن حق الزملاء ان هم ينشأ ليهم نقابة اللي هي نقابة الاعلاميين. طب ممكن تقولي علشان ما نبقاش اتكلمنا في نفس الحتة، النقابة عايزة ايه من قانون الاعلام الموحد؟ هو انا يعني هقولك بس يعني ايه، خلينا بس نقول واحدة واحدة عشان نقدر نوصل المعلومة مظبوط. فمهم جدا اصدار قانون نقابة الاعلاميين الاول وتأسيس النقابة، وباسرع ما بعد كده بنكمل وباسرع ما يمكن، لانه فعلا اتأخر كتير، وده موجود بقاله سنة تقريبا في ادراج الحكومة واكتر من سنة. طيب نيجي بقى نقول قانون الإعلام الموحد. إيه هو قانون الإعلام الموحد بشكل سريع؟ هو خلاصة ونتاج جهد نخبة من الصحفيين والإعلاميين، حوالي 50 صحفي وإعلامي وأستاذ قانون وأستاذ التشريعات صحفية من نقابة بيمثلوا نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت تأسيس والنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر اللي هم ممثلي العمال والإداريين وأساتذة قانون وأساتذة تشريعات صحفية والمجلس الأعلى للصحافة وغرفة صناعة الإعلام الخاص، يعني نخبة. هذه النخبة بالكامل يعني حوالي 50 اشتغلت على مدار سنة، علشان سنة ونص، أكتر سنة 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 ونص سنة ونص بالضبط، سنة ونص سنة الأول، وبعد كده هو دخلنا تاني حوالي 6 شهور في لجنة مصغرة مشتركة مع الحكومة علشان نضبط يعني سنة ده شغل اللجنة، وبعدين طلعت منتج مشروع قانون، وبعدين قعدنا حوالي 6 شهور كمان نتفاوض عليه مع الحكومة، سواء أيام المهندس إبراهيم محلب 6 جلسات في عهد المهندس إبراهيم محلب، ثم جلسات أخرى حوالي 10 في عهد المهندس شريف إسماعيل، لغاية ما اتفقنا وصلنا إلى صياغات مشتركة بيننا وبين الحكومة، وده لمشروع القانون الموحد اللي هو إحنا بنأمل كصحفيين وإعلاميين أنه يزبط على الأقل 90% من المشهد الصحفي والإعلامي المرتبك. وإذا وصلنا لنسبة 90% دي نسبة ممتازة،
وبعد وبالممارسة مؤكد ال 10% الباقيين هيظبط هيظبطوا. طيب القانون ده احنا سعداء حضرتك سعيد بيه لانه وصلنا 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 ليه احنا يعني اعلناه وخرجناه من شهر 9 اللي فات. ثم قعدنا نتفاوض عليه مع الحكومة ووصلنا لصياغات نهائية من 3 شهور. والمفروض ان هو كان يدفع بيه لمجلس الدولة، هو موجود دلوقتي قدام مجلس الدولة. طيب زي ما الاستاذ اسامه قال كده هو معروف. طب بس من البعض برضه بيستغرب بعد اذنك، يعني بيقولوا هي النقابه جهه تشريع عشان تحط قانون. لا هو مش جهه تشريع، النقابه بحكم الدستور يؤخذ رايها زيها زي المجلس الاعلى للصحافه في كل ما يتعلق. طبعا هو 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 المفترض بالمناسبه، يعني ده كويس مهم جدا السؤال اللي حضرتك سالتيه، ليه النقابه تصدت؟ لان ده كان طلب رئيس الجمهوريه شخصيا. رئيس الجمهورية طلب منكم تحطوا مشروع قانون في 3 أو 4 لقاءات. أيوة. مع الصحفيين. أيوة. والإعلام في بداية انتخابه طلب، قال كده هو أنا أرجو، وده ما كانش لنقاد الصحفيين بس، كان للصحفيين والإعلاميين. أنا أرجو أن أنتوا تاخدوا الأمر بإيديكم. وكان حتى الرئيس كان مستعجل لدرجة أنه كان قال كده هو أن أنا مستعد أن أنا أطلعه، لو أنتوا خلصتوا مستعد اطلعه بقرار بقانون قبل ما كان قبل انتخابات البرلمان. صحيح. يعني انتخابات البرلمان. لا ده انا هقول معلومه يعني يعني واحنا يعني طب وما الرئيس بقى بيحبكوا كده زعلانين ليه من اقتراح مصطفى؟ احنا بس احنا لا معلش يعني هو واضح ان هو استاذ كريم بس واضح ان هو جرت في جرت في النهر مياه اخرى، لانه رئيس نفسه وقال الكلام ده، وانا في اكتر من لقاء في 4 لقاءات انا حضرت منهم يمكن لقاءين او 3 كان حريص جدا وقال خدوا يا جماعه المبادره بنفسكم، اعملوا مشروع، انا مش عاوز حد تاني غيركم. وبناء على كلام الرئيس هو اللي حسسكم بقى ان على راسكم ريشه بالظبط بناء على هذا الكلام اللي كان في سنه 2013، يعني كان ابتداء من شهر، يعني بالظبط من سنتين بعد انتخاب الرئيس يمكن بشهر واحد بدا الكلام في هذا الموضوع. تشكلت اللجنه الوطنيه للتشريعات الصحفيه والاعلاميه واشتغلت على مدار سنه على مشروع القانون، وكان بيبقى فيه استعجال لان احنا كنا بنعمل مشروع يشرع لمستقبل الإعلام المصري، فخدنا وقت شوي رغم أن كان بيجينا استعجالات كثيرة من مؤسسة الرئاسة كمان. طيب خلصنا من مشروع القانون اللي كان السيد الرئيس عاوز يصدره بقرار بقانون قبل حتى البرلمان ما تبدأ عمليات انتخاب البرلمان ويكون عندنا برلمان، على أساس أنه خلاص يبقى موجود والبرلمان يصدق عليه. ايه اللي حصل؟ ان احنا انتهينا منه من شهر 9 قبل انتخابات البرلمان، انتخابات البرلمان كانت في شهر من شهر 12 تقريبا. فيعني قبل انتخابات البرلمان بثلاث شهور انتهينا من مشروع القانون، وكان يجب وبعدين لا انتوا في 9 احنا انتهينا من شهر 9 كانت شغاله في 10 احنا احنا انتهينا في شهر 9 طيب رؤي مش 3 شهور رؤي وقتها انتوا انتهيتوا والبلد كلها مزنوقه في الانتخابات بالظبط احنا رؤي وقتها يعني كان في رؤيه وقتها ان احنا نستنى خلاص للبرلمان لانه كمان لازم نتفاوض فيه مع الحكومه. المهم هذا ما حدث، البرلمان القانون موجود وانتهى بالفعل منذ حوالي 3 شهور حتى بعد التفاوض مع الحكومه. وراح مجلس الدولة أظن من 3 أسابيع أو من شهر هو موجود في مجلس الدولة، ولا ندري حتى الآن يعني إمتى مجلس الدولة هيخرج منه عشان يرجع تاني الحكومة عشان توديه للبرلمان. طيب ده بقى القانون الموحد. إحنا فوجئنا، إحنا كلنا كل الوسط الصحفي الإعلامي منتظر القانون الموحد اللي هو هيظبط الأداء الصحفي والإعلامي. أيوة بس لسه بدري عليه. لا يا فندم بس يعني أكمل. لا هو اولا التغييرات الصحفيه دي او اللي هو اللي المفروض تتعمل 28/6 يعني بعد 3 أيام أو 4 أيام دي معروفه من سنتين، معروفه من فتره طويله، معروف امتى، فمعروف انه في هيبقى في مشكله في اخر شهر يونيو لانه في 54 رئيس تحرير في المؤسسات الصحفيه القوميه لازم يتغيروا، مدتهم هتكون خلصت. فالمشكله ما طرقتش فجاه. لا وفي 500-600 متقدمين على وفي بالظبط كده. لا انا بتكلم على المناصب الفاضيه. طبعا اللي بتقدم كام ان شاء الله يتقدم 10,000، لكن انا بقول انه في 54 رئيس تحرير هتنتهي مدتهم ولازم يتغيروا، يا اما يقعدوا يا هم يجي حد غيرهم، المهم وغير رؤساء مجالس الاداره اللي برضو كمان انتهت مدتهم، فيبقى في فراغ في المؤسسات الصحفيه القوميه. طيب ده الحجه اللي بتستخدم علشان الاقتراح اللي تقدم بيه الزميل الاستاذ. طيب هو الاقتراح ده كان الكلام اللي قاله الزميل العزيز اسامه شرشر في مجلس النواب اثناء المناقشه الاوليه او في لجنه الثقافه والاعلام، قال الله طب ما هو بدل المقترح ده
طب ليه يا جماعه ما طلعتوش القانون الموحد؟ ما القانون الموحد خلصان بقاله فتره طويله. بس احنا بنتكلم في وقت هو ايه الفرق إيه؟ بس عشان بس ما نلخبطش. لا بس عايزه بس اقول حاجه برضو. اتفضلي. ان حضرتك بتقول المده الطويله اللي حصلت واللي بدات بتاخيركم انتوا داخل النقابه عشان تبعتوا المشروع وبعدين بعتوا. مش داخل النقابه، داخل اللجنه الوطنيه. داخل اللجنه الوطنيه. المشروع منتهي في شهر 9 اللي فات يا فندم. ايوه بس يعني عشان سنة. اقصد عشان كنتوا يعني بتجتمعوا دايما في النقابه. عبال ما طلع بقى في انتخابات دخل دلوقتي في مجلس الدولة، لسه ما راحش من مجلس الدولة للحكومة علشان تبعته تاني لمجلس النواب. في مجلس النواب بقى لسه قدامه مشوار، في حوار مجتمعي، في احنا بقى كإعلاميين محتاجين احنا نقول رأينا، احنا كمان مش هتاخدوا رأينا. لا لا كله اتقال، كله اتاخد رأيه وعمل عليه جلسات حوار مجتمعي في المؤسسات الصحفية. بس البرلمان لازم، البرلمان هو فقط هو فقط هو هو بس هو الأستاذ كارم محمود في نقطة مهمة جدا. انت عايزين نتكلم بأمانة، احنا عايزين نوجه رسالة حقيقية للمواطن لأنه بقى مشوش. هل تعلمي يا سيدي زي ما قال الأستاذ كارم محمود ان رئيس الجمهورية في لقاءاته مع معانا كرؤساء تحرير قال تعبير انا لن انساه، قال انا مش هعين وزير اعلام عشان تسرعوا بإصدار التشريعات الإعلامية. يعني كان دائما منحاز للآلة الإعلامية، لأن الآلة الإعلامية أخطر من الآلة العسكرية. طيب اسمحوا لي أنا لازم أرجع لأستاذ حمدي الكوليس. طبعا علشان أستاذ حمدي أنا عايزة حضرتك تمر بشكل سريع على المشهد برضو تاني كده وتقول لي في ظل هذه يعني المشاكل البينية اللي بين الإعلام وهو نفسه جوه نفسه كده صحفيين ومشاكل إعلامية داخلية، هل ممكن ضبط هذا المشهد عن طريق القوانين فقط ولا احنا محتاجين لميثاق شرف اعلامي، محتاجين لاخلاقيات وسلوكيات اعلاميه؟ ازاي دي نضعها؟ زمان في جيلكم ما كانش في اي ورقه مكتوبه، ما كانش في قانون، لكن كان في مشهد اعلامي محترم قوي يسمو باخلاق المجتمع كله وكنا بنفرج عليه الدنيا كلها. يعني كانت اذاعه صوت العرب دي هي منبر العرب كلهم، وكان الناس كلها بتبص لنا على اننا التلفزيون العربي الوحيد في المنطقة. هو في متغير كبير قوي. بعد ثورتين مبهرتين الأمور اتغيرت شوية. ثانيا بعد ظهور عدد كبير من القنوات الخاصة الأمور اتغيرت بشكل أكبر. طب اسمح لي بقى قبل الحديث الجميل اللي هنقوله، سامحني يا أستاذ. اتفضلي. سامحني بجد بس عشان زمايلي يعني اتصلوا بطفى بكري فلازم ناخد المداخلة دي سريعا. طبعا. طب ماشي. استاذ مصطفى اهلا بيك، استاذ الكاتب الصحفي استاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير الاسبوع. اهلا بيك الكرام استاذ حمدي واستاذ كارم وسياده النائب اسامه. كويس ان حضرتك متابعنا دلوقتي. استاذ اسامه شرشر قال انه هذا المقترح للماده 68 من القانون 96 سنه 96 انه هيكون يعني انه الاول الماده دي يعني اتعملت يعني بليل كده، التعديلات دي اتعملت بليل وانه بسرعه، والصبح كانوا فيه 324 نائب موقعين، وانه المساله فيها يعني شبهه القانون سيء السمعه. لماذا هذه العجاله او السرعه في طرح هذا المقترح استاذ اسامه شرشر؟ وانا قلت له كمان استاذ مصطفى لانه اخ وصديق، قلت له استاذ مصطفى انا عايز اقول لك يا استاذ مصطفى هذا المقترح بقانون يذكرنا سويا بنفس التعبير كده بطريقه الحزب الوطني المنحل وطريقه احمد عز في اصدار قوانين سيد السم. قال لي بس انت استاذ اسامه عارف. طيب اتفضل يا استاذ مصطفى. والله يا استاذ احنا احترنا إذا قررنا التحرك والاستماع إلى الجماعة الصحفية وبالتحديد رابطة مجالس الإدارة ورابطة الجمعية العمومية الذين كلوا وملوا من الانتظار، والجماعة الصحفية كلت وملت من الانتظار، إذا تحركنا وعملنا صيغة ونزلنا مضينا عليها الأعضاء ثم ذهبت إلى الأمين العام للمجلس فأحالها إلى رئيس المجلس فأحالها إلى لجنة الثقافة والإعلام ثم إلى هيئة مكتب التشريعية ثم انتظرت 10 أيام ومش عارفين إمتى هتعرض، نقول إن ده بيذكرنا بأحمد عز. يعني شيء الحقيقة أنا مستغرب من هذه اللغة ومستغرب من إطلاق الأحكام على عواهنا بهذه الطريقة. طب وما لحضرتك تتصور إنهم ليه بيرفضوا هذا المقترح؟ مطلوب إن المجلس ما يمارسش سلطته، مطلوب إن احنا ننتظر رئيس الجمهورية أو غيره من المسؤولين يجيب لنا قانون. طب أنا عايز أقول لحضرتك القانون اللي اتقدم ده
قانون الإعلام وتنظيم أو تنظيم الإعلام والصحافة. ده احنا قعدنا مع وزير العدل منذ عدة أشهر مستشار أحمد الزين، الأخ يحيى قلاش ومن معه قالوا مستحيل يدخل معانا حد في اللجنة، وكنا عدد من رؤساء التحرير. احنا زي ما احنا قلنا سكتنا، ظل المشروع يتناقش ويتداول، وكان الزميل ضياء رشوان على لجنة الخمسين حتى أسابيع قليلة لغاية ما خلصوه مع وزارة التخطيط، وراح للحكومة. الحكومة على الفور بعتته لمجلس الدولة. مجلس الدولة وحاولها لك لأول مرة أرسل إلى الحكومة بعد جلسة 18/6 الماضي بيقول لها إن لازم يا حكومة تكملي إجراءات، مطلوب نمرة 1 المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض، مطلوب نمرة 2 ما يفيد أخذ رأي الجهات الآتية: 1 المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، 2 وزارة المالية، 3 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 4 المجلس الأعلى للصحافة، 5 مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، 6 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ده مجلس الدولة اللي بيناقش القانون أو اللي بيعرض القانون عشان يشوف مدى دستوريته. هتيجي الردود دي وهتروح، عايزة لها فترة من الوقت. يعني تقريبا قد ايه يا استاذ مصطفى؟ انا ما اعرفش، لكن انا اعرف ان الحكومة مستعجلة. لكن الحكومة المستعجلة دي هتجيب القانون، انا ما اضمنش امتى يدخل المجلس. انا عندي لسه رئيس وزراء بيقول لك قانون الادارة المحلية، وعندي قانون الكنائس، وعندي قانون العدالة الانتقالية، وانا عندي قانون حوالي 272 مادة انا هناقشه في اسبوع؟ مستحيل. يعني نفس اللي احنا بنقوله انه الوقت هو المشكله. اسيب اوضاع المؤسسات والصراعات اللي فيها، ولا نغير ماده واحده نقول لاخواننا بتوع المجلس الصحافه اللي كان يجب انهم يقولوا يا جماعه احنا مهمتنا انتهت وليس بيدنا تعيين او ان نجيب او نغير رئيس مجلس الاداره؟ مستحيل. احنا بنقول للدوله تعالي يا دوله اعملي. ماشي، طلعوا لنا بقى بحكايه الماده 224. طيب هو استاذ كريم عايز يسالك سؤال برضه. لا بس انا عايز اقوله وذاك اسمي بس انا عايز اقول يا استاذ كريم بس استاذ مصطفى ان هذه الماده التي اقترحتها استاذ مصطفى فيها عوار دستوري، فيها مخالفه دستوريه، احنا صبرنا كتير جدا. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي فيها عوار دستوري، الماده مخالفه للدستور، لان انا عندي دستور بيقول ان في الماده 211 و12 و13 بيقول مفروض اناقش قانون الاعلام الموحد. انا كنت اتمنى يا استاذ مصطفى زميل، انا كنت اتمنى كزميل ان انت تستعجل معانا الحكومه، وانا مضيت 242 نائب على اساس نناقش هذا القانون يا استاذ مصطفى، ولا يعني مجلس الدوله يطلب بقى من الجهاز المركزي لحمايه البيئه وحمايه المستهلك كل المسميات دي. انا تعنيني انا كبرلمان من حقي اصدر تشريعات، لا انتظر. احنا كبرلمان لا نقعد في بيوتنا. استاذ مصطفى معانا؟ اه معاك يا فندم. طيب دلوقتي استاذ اسامه هو بيقول، استاذ مصطفى بكري بيقول انه مجلس الدوله طلب موافقه جهات كتيره يطلب جدا. يطلب للحكومه. انا بس عايز طيب أسأل. استاذ كارم اتفضل. اسال استاذ مصطفى. مساء الخير. مساء الخير استاذ كارم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انا بس عشان في عباره وردت على لسانك وانت راجل زميل عزيز ونقابي، يعني ايه هي رابطه العاملين او رابطه الاعضاء مجالس الاداره والجمعيه العموميه المنتخبين؟ دول الزملاء المنتخبين عن مجالس الادارات والجمعيه العموميه. يا استاذ كارم، استاذ مصطفى انت عارف انه دي رابطه اولا ملهاش وجود فعلي ولا قانوني. دي رابطه من مجموعه من الزملاء اللي هم اعضاء مجالس الاداره واعضاء الجمعيه العموميات صحيح المنتخبين، لكن انت عارف وانا عارف انه في نصفهم على الاقل بيتطلعوا الى ان هم يبقوا رؤساء مجالس ادارات او رؤساء تحرير الصحف، يعني هم بيضغطوا علشان ييجوا رؤساء مجالس اداره ورؤساء تحرير. انت طبعا عارف انت طبعا عارف وانا عارف يا استاذ مصطفى، طبعا انت بتضحك وانت عارفهم بالاسم وانا عارفهم بالاسم، بس يعني خلينا ننحي هذا جانبا، خلينا ننحي هذا جانبا. هو ايه القانوني وايه الشرعي في نقابه الصحفيين قانونا وشرعا، وهي بحكم الدستور التي يجب ان يؤخذ رايها في اي شان يتعلق بالصحافه، مش رابطه مش عارف ايه المنتخبين ايه والبتوع ايه. مش من حقهم يعني ده لا يمكن، لا يمكن انه ان انت كزميل عزيز
وراجل يعني لك خبره طويله. اذا كان النقابه يا استاذ ان ان تقول ان تقول ناخد راي ان نقول ناخد راي او ان ده مطلب الزملاء اللي مش عارف ايه رابطه كذا يا صديقي. طب ما هو في ما احنا عندنا روابط كتيره جدا في النقابه. طب معلش عشان الوقت نديله فرصه يا الوقت خلاص تقريبا. يا صديقي ما ينفعش ان انا اترك الشرعي والقانوني والقائم واللي الدستور بيقول نصا كده انه يجب او انه يعني يجب اخذ راي نقابه الصحفيين في كل ما يتعلق في كل التشريعات المتعلقه بالمهنه. وانا انحي هذا الشرط الدستوري واروح اخذ اقول رابطه كذا يعني. بس نسمع اولا احنا ما بنناقش قانون النقابه من سنه 70 لا 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 كل شيء يتعلق بالصحافه كل شيء يتعلق بالصحافه يا استاذ مصطفى. النقابه للاتحاد الاشتراكي احنا بنناقش ماده متعلقه بوضع دستوري وقانوني متعلقه بالشان الصحفي النائب ان يتقدم بس متعلقه بالشان الصحفي. المجلس الاعلى للصحافه بيقول والله ده مخالف للماده 224 وانا بقول له مردود على ده وبقول له ان المجلس انتقلت اليه سلطه التشريع وفقا للدستور وكمان لينا الحق في الغاء او تعديل القوانين اللي صدرت قبل اقرار الدستور وفقط يبقى اثرها واثرها ده يبقى نافذ فيما مضى يعني قبل الإلغاء أو التعديل. وكل ما يتخذه المجلس حاليا من إجراءات تتعلق بأي قوانين سابقة يكون صحيحا وفقا للدستور لأن المادة 224 يا أستاذ أسامة بتنص على عبارة وفقا للإجراءات التي يحددها الدستور وبالفعل المجلس بيطبق صحيح الدستور الآن. أما ما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 68 اللي بتكلم عليها يا أستاذ أسامة من قانون الصحافة وليس من المواد 211 و 12 اللي وردت فيها عبارة ويمارس المجلس مهامه لحين صدور القوانين المنظمة للصحافة والإعلام فأنا بقول لك دي مادة وردت في قانون وليس في الدستور ويجوز للمجلس تعديلها أو إلغائها في أي وقت شاء وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور. صدقني يا أستاذ مصطفى أنا أنت كزميل قانون ثم الموافقة على هذا القانون بص يا أستاذ مصطفى أيهما أستاذ مصطفى أيهما أوقع كزميل وأخ وزميل فاضل أيهما أوقع لك كصحفي وأنا كصحفي وإحنا الجماعة الصحفية أو الجماعة الإعلامية أن نناقش قانون دائم نعمل ضوابط للمشهد والفوضى الإعلامية والإعلانية أم نناقش مادة التعديل والكلام ده وندخل المسألة في بلبلة احنا في غنى عنها ونصدر ازمات بلا ازمات. طب مش ممكن اقتراح استاذ مصطفى بكري يكون لسد الفراغ في المجلس الاعلى؟ مفيش فراغ انا عايز هي تصميم حسابات يا سيدة الفاضله محدد لاصدار قانون تنظيم الصحافه والاعلام في موعد محدد عندك في عندك موعد ممكن شهر على الاكثر وحناش يا استاذ مصطفى ازاي هتستنى شهر هنناقش في شهر كمان ما هي العجله في ان احنا ما نناقش القانون؟ اعضاء المجلس مدته ما تنتهي. استاذ اسامه استاذ اسامه استاذ مصطفى طيب انا برضو عاوز اخدك برضو بهدوء كده لنقطه تانية مهمه جدا صدق. هو طبعا الحجه اللي بتقال الان ان الوضع في المؤسسات الصحفيه القوميه غير مستقر وانه بعد 3 ايام او 4 ايام حوالي 52 او 54 رئيس تحرير هتنتهي مدتهم هذا صحيح طبعا وانه التعديل اللي حضرتك قدمت ليه لملء الفراغ. طيب المجلس الاعلى للصحافه اذا كان يعني هذه هي الحجه يعني طبعا التعديل اللي انت بتقترحه ده برضه هيبقى شيء مؤقت هيعمل بيه 3 شهور 4 شهور 6 شهور بالكتير لغايه ما يطلع القانون الموحد صحيح. يعني فتره انتقاليه يبقى معنى كده ان المجلس المؤقت اللي هيعين وفق التعديل اللي انت متقدم بيه هيبقى ده مجلس انتقالي وبالتالي هيعين رؤساء تحرير ورؤساء مجالس اداره مؤقت. انتقاليين لفتره مؤقته. هل تظن انه في المؤسسات الصحفيه القوميه الوضع هيستقر لما يبقى عارف ان رئيس مجلس ادارته او رئيس تحريره هيمشي بعد 4 شهور او 3 شهور او 6 شهور ولا ان انا اعمل القانون الموحد علشان اعمل تغييرات دائمه تستمر بالظبط تغييرات دائمه تستمر للمده المنصوص عليها قانونا في القانون الموحد اللي هي 3 سنين وتجدد لمره وحيده برضو ازاي هذي يعني هذه واحده قيادات المجلس بعد واحدة. اذا كان اذا كان الحجه لا ما هو اذا كان الحجه ان المجلس انه المده بتاعتهم انتهت طب ما هو تيسير اعمال بتيسير اعمال بقى طب ما هو المجلس الاعلى للصحافه طلع قرار من 10 ايام بانه الزملاء اللي موجودين حاليا يقوموا بمهمه تسيير الاعمال لحين صدور القانون الموحد.
طيب, استاذ مصطفى معلش يا استاذ مصطفى انا للاسف وقتي منتهي, لو ممكن الاجابه سريعه جدا جدا. يا طيب نمره واحد, انا المجلس الاعلى للصحافه ترك المؤسسه الصحفيه في حاله فراغ وده تفسير اعمال. لما يجي مجلس جديد هيعين رؤساء تحرير لمده زمنيه محدده, هفتكر 6 شهور. ومين قال لك ان المجلس الاعلى او الهيئه الوطنيه للصحافه لما تيجي هتغيرها؟ مين قال لك؟ لازم طبعا. ليه لانه قانون جديد عليهم. قانون جديد لازم هتغير. لماذا لا تبقي عليهم؟ لازم تغير. انا هفعل القانون يا استاذ مصطفى, هفعل القانون. طب ومين اللي قال لك انت يا استاذ مصطفى ان المجلس الاعلى المؤقت هيعين برضه رؤساء تحرير؟ معلش يا استاذ كريم انا مضطره معلش ادخل في الحوار. انا بشكرك يا استاذ مصطفى. المجلس الجديد الشرعي انا بشكرك قرارا بفتره زمنيه محدده, هنا شرعيه القرار. لكن هم دلوقتي بلا شرعيه. ايوه وانت عارف اوضاع المؤسسات يا استاذ كارم بلا شرعيه. انا بشكرك جدا. بس هتظل الاوضاع دي قائمه كده هو غير مستقره طالما ان الوضع هيكون انتقالي. انا لسه استاذ مصطفى تنضم الينا في استعجال اصدار القانون الجديد من الحكومه حتى لا ترى بالكفاءات الصحفيه في ترشيحاتها في المرحله القادمه. استاذ اسامه شرشر انا اسفه خلاص احنا يعني انتهى خلاص الاتصال مع استاذ مصطفى. بس ظلمنا استاذ حمدي الكنيسي معانا بيقول الصحافه. كده بقى احنا ظلمنا استاذ حمدي الكنيسي. فانا هستاذنكم بقى يعني المنصة معاه لغاية ما نخلص فقرتنا. وعايزة أسألك من واقع هذا الحوار الإشكالية دي, إيه العلاقة بين الإعلام ومؤسسات الدولة وإزاي كانت زمان؟ يعني البعض شايف دلوقتي أو فهمها أنه الهجوم الدائم على مؤسسات الدولة هو نوع من النقد البناء والظهور المشرف. هو أنا عاوز أعمل بس راوند أب سريع قوي. أن هناك شكوك بتحيط بأي تحرك قد تغذيها جهات معينة لها مصلحة مباشرة في تغذية هذه الشكوك. الحل في رأيي يا دينا أن تسارع الحكومة يعني بأقصى ما لديها من طاقة بتحرك مشروع قانون نقابة الإعلاميين اللي هو موجود وجاهز ومتراجع من مجلس الدولة كله, ولا يوجد مبرر أنه هو يستنى لغاية دلوقتي. تحرك أيضا المجلس الموحد للإعلام, قانون موحد, القانون الموحد, وبعدها الهيئة الوطنية هنا والهيئة الوطنية هنا. أنا في رأيي أن لإيقاف هذه الشكوك اللي أنا بقول قد تكون مبررة في جزء منها, ولكن بالتأكيد يوجد من يغذيها. بدليل دلوقتي أننا بنشوف عمليات حتى إطلاق صفات على دول مش عارف نصريين ودول إيه, ومعروف من وراءهم ومن اللي بيكره النصريين عشان يحرك ده إلى آخره. أنا بقول الحكومة مشكورة, والكلام موجه الآن للسيد المهندس شريف إسماعيل, أرجوك لكي توقف هذا القلق وهذه المخاوف وهذه الشكوك اجعلها قضية لها أولوية مطلقة, قانون موحد, أن يتحرك القانون الموحد ومعه مباشرة قانون نقابة الإعلاميين. لأن زي ما قلنا الصلة عضوية بين قانون نقابة الإعلاميين وبين القانون الموحد. أنا رأيي أن ده اللي هيغلق الأبواب ويطمئن الجماعة الإعلامية والصحفية كلها, ويطمئن مصر أن صدور هذه القوانين هي التي سوف تعيد إلى الإعلام توازنه. ليس هناك فرصة أخرى أن يستمر هذا الارتباك وهذه الأخطاء الإعلامية اللي بلغت درجة الخطايا. وانت أشرت يا دينا إلى عمليات طعن في المؤسسات وعمليات تشكيك هنا وهنا, وإفساد علاقات بيننا وبين دول وقضايا مثل الأمن القومي إساءة بلغتنا. ده مش بس كده, ده احنا يعني الإعلام في ظل الأوضاع الحالية المتردية بيؤدى إلى نتيجة أسوأ وأخطر, وهو إن عمل نوع من الانشقاق ليس في الشارع بل داخل الأسرة نفسها. أيوة. فحرام انشقاق داخل في الأسرة الصحفية والإعلامية, انشقاق داخل في الأسرة في المجتمع. أي أسرة دلوقتي في المجتمع تلاقي اللي يقولك لا 25 يناير, ويقولك لا 30 يونيو, واللي يقولك لا صنافير, ويقولك لا السعودية. دخلنا في دوامات. ابحثي عن الإعلام, الإعلام وراء هذا كله. وكما نبحث عن الإعلام ونرى هذه الأخطاء نبحث عن العلاج. تنظيم العلاج, العلاج والتنظيم جاهز ومتاح ومتفق عليه بين مختلف الأطراف, الحكومة وافقت
عليه الجماعة الصحفية وافقت عليه، الجماعة الإعلامية وافقت عليه، وحدث نوع من التوافق والتكامل. طب أستاذ حمدي برضو هسأل حضرتك برضو تاني، العلاقة مفروض مثالية بين الإعلام ومؤسسات الدولة، احنا كنا في التسعينيات ما نقدرش نتكلم كلمة. انت ليكي مثال، ليكي مثال سؤال مهم جدا. وهو ان القوانين دي ايه يعني إمكانية انها تحقق ما تحققه، ايه آلية التنفيذ؟ القوانين موحدة تماما. يعني على سبيل المثال نقابة الإعلاميين لاحظت ان إعلاميا ما لم يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي الذي أعدته بالفعل نقابة الإعلاميين، مدونة السلوك المهني أيضا جاهز. النقابة بتيجي بتحاسب هذا الإعلامي، وفي درجات من الحساب الخبراء يعلمونها جميعا، بتصل إلى حد الشطب ومنعه من ممارسة الإعلام نهائيا لو اتضح أن له أجندة خاصة أو أجندة من الخارج، وإنه هو لا يلتزم لا بميثاق الشرف ولا بالمدونة ولا بالمعايير المهنية. أجي أنا كنقابة ببلغ النقابة دي، ببلغ القناة دي، هنا بقى أنا ظهري محمي بإيه؟ بالمجلس الموحد للإعلام. وبالنسبة للصحافة نفس القصة، بالنسبة للصحافة لأن ما هو المجلس للإعلام والصحافة، المجلس بقى يمتلك هذه السلطة إنه ممكن أن تصل إلى حد إنه يسود الشاشة، يوقف قناة كاملة، أو يوقف صحيفة، أو يوقف صحفي أو إعلامي عن العمل. كل ده تخيل بقى لما ده كله هذه المنظومة بهذا الشكل متكامل وبهذه الآلية متكامل. وبهذا التكامل نفضل نتكلم عنها ونفضل سبيل الوقت بيتسرب ما بين عقولنا وأيدينا ونلجأ لحلول وقتية. اسمحيني بس في 30 ثانية، في نص دقيقة يا أستاذة دينا، لأن هو بالفعل قانون شامل لكل انواع الاعلام. طب هو الى ان يعني اعلام مكتوب او اعلاميين ليه بالمقترح احنا ندفع لا انا بقول دلوقتي ايه، ما انا عشان كده انا رديت على استاذ مصطفى. هو الاستاذ مصطفى الاقتراح بتاعه اقتراح مؤقت. طيب دلوقتي المجلس قال للصحافه مدد اللي الزملاء قال لهم انتوا قاعدين بفتره مؤقته تسير اماكن تشكيل. ايوه، ما هو البعض بيعتبر ان ده برضه احنا بنقول بس ليه سرع وليه عمل كده. انا عايز بس ارجع بس للقانون تاني عشان ما نتوهش، بنقول قانون موحد لان هو بيضمن تنظيم شامل لكل الاعلام المصري ومستقبله كمان. كلنا بنتمنى دي نمره واحد نمره اثنين بس. دي واحده معلش انا واحد بس خلاص انتهى صدقني. احنا عدنا الكلام ده ويوازن ما بين الحريه والمسؤوليه، ويوازن ما بين الحقوق والواجبات، وفي زي ما بيدي ميزات للصحفيين والاعلاميين بيدي ايضا كيف نعاقب او تاديب الصحف والاعلامي. ماشي، برضو ليه برضو بتصادف؟ هو شامل. طب ما هو المجلس الاعلى للصحافه والاعلام، معلش اسمعني، طب المجلس الاعلى للصحافه مين اللي كان معينه؟ هو رئيس الجمهوريه برضو. لا هو مستشار كان عدلي منصور. لا يا فندم، بس ازاي يعني؟ لا هو كان مستشار عدلي منصور. معلش، هو كان يعني بس عشان ده كلام، ده كلام اوضح بس النقطه دي. السيد المستشار عدلي منصور المحترم رئيس الجمهوريه المؤقت السابق اخذ بكامل اقتراح نقابه الصحفيين بالاسماء واعتمدها واصدر بها قرارا جمهوريا، لجأ للجهه المعنيه. طب وليه انتوا مفترضين ان الرئيس مش هياخد رايكم؟ هو هل انتوا يعني هو ما هوش احنا بنشرح ديكتاتور؟ ان هو الحقيقه الرجل لجأ الى اهل الاختصاص وقال لكم من البدايه عايزكم انتوا اللي تحطوا القانون. ما هو الرئيس قال بص يا فندم انا عايز. طيب كويس، احنا ليه بقى بنناقش القانون ده؟ ليه بنناقش القانون ده؟ ليه بنناقش القانون ده؟ احنا عاملين اشكاليه بلا اشكاليه. ايوه، بمعنى ايه؟ عندما تغيب الشفافيه، عندما تغيب المعلومة، عندما يغيب قانون تداول المعلومات، عندما يغيب الأمن القومي. ده هليز تانية بقى. بص يا فندم، لما هو صاحب الاختصاص الوحيد للمد لفترة مؤقتة لحين إصدار قانون الإعلام الموحد. هل البلد دلوقتي أنا هستأذنكم معلش خلاص، أستاذ أسامة شرشر عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بشكرك جدا، والكاتب الصحفي أستاذ كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، بشكركم جدا، وبشكر أستاذ حمدي الكنيسي. يعني سبت عشان النجم هو اللي يختم في الآخر. لا هم نجوم طبعا. عايزة أختم بيك وأشكرك وأقولك يا أستاذ حمدي أنه يعني لابد يكون لنا لقاء تاني، أستأذنك بعد يعني بعد النهاردة يكون قبل نهاية رمضان لنا لقاء إن شاء الله، عشان نتكلم تاني من جديد على نقابة الإعلاميين، نتكلم عن ميثاق الشرف الإعلامي، كيف كان يدار المشهد الإعلامي زمان بين الأمس واليوم، وإيه اللي حصل من
من متغيرات في المجتمع المصري انعكست على واقع الإعلام وعكست كمان الصورة دي تاني للخارج، مش عايزينها تستمر، عايزين نرجع مصر اللي كانت ويبقى إعلامنا هو الإعلام الأكثر بريقا في المنطقة العربية كلها. أنا يسعدني ده، وأتمنى أن لقائنا القادم يكون قريبا ما أمكن إن شاء الله، ويكون قانون نقابة الإعلاميين في مجلس النواب والزملاء الأساتذة النواب أسرعوا بإصداره إن شاء الله، لأن هو هيبقى نموذج لكيفية إصدار القانون الموحد. لأن قانون نقابة الإعلاميين كان فيه أيضا تساؤلات من مجلس الدولة، استطعنا أن احنا نرد على هذه التساؤلات في رقم قياسي، وأنا هنا بأسجل الشكر لوزير الشؤون القانونية المستشار العجافي، لأن موقفه معانا كان بيؤكد أن الحكومة والدولة ليست ضد العمل. هو البطء التقليدي ده انا ارجو ان احنا نتجاوزه ونكون معاك يا دينا في اقرب وقت باذن الله، ومقدمه ان النقابه تكون اخذت وضعها الدستوري ونملى الاستمارات هنا ايضا، ونملى الاستمارات هنا ونملى هنا الاستمارات باذن الله. وبشكر حضرتك جدا استاذ حمدي الكنيسي، وبجدد الشكر لحضراتكم تاني. شكرا جزيلا. ومشاهدينا فاصل، وهتكون معانا الناقده الفنيه استاذه حنان شومان، هنتكلم عن المشهد بقى الدرامي في رمضان والسفره الدراميه الرمضانيه العامره اللي اخذتنا من مستشفى المجانين للسجون للاقسام، مشاكل كتيره جدا اعتقد انها بلغت جدا في انها تعكس شكل المجتمع المصري. وخلينا بقى نسمعها هي هتقول ايه بعد الفاصل، انتظروا. ليه بنسميه